أهلا بكم في قناة كما يقول العلم. قبل أن نبدأ لا تنسوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الاشتراك في القناة. معلومات متنوعة. الجزء الثاني. وزن النمل الموجود في الأرض جميعها يفوق وزن البشر بعشرة أضعاف. التمساح هو الكائن الوحيد الذي تتجدد أسنانه ويستطيع تحريك فكه العلوي. النوم في غرفة باردة يجعل جسدك يحرق سعرات حرارية أكثر حتى يحافظ على حرارة جسمك. في أهاتا بغرب إفريقيا، الطفل العاشر الذي يولد لنفس المرأة يدفن حياً. الملكة فاندين أمرت بسجن حلاقها الخاص مدة أعوام حتى لا يعلم أحد أن الشيب قد ملأ شعرها. هل تعلم أن الممثل جاكي شان بقي في بطن أمه لمدة 12 شهراً؟ عالمياً 80% من عمليات السطو على البنوك تكون يوم الجمعة. عدد مستخدمي الإنترنت في كوريا الشمالية هو 605 شخصاً فقط، أي ما يقارب من 0%. كان في الولايات المتحدة قوانين تدعى قوانين القبح، وذلك حتى عام 1970، والقانون هو حظر الناس القبيحة من الظهور في الأماكن العامة. الحيوان الوحيد الذي إذا شرب الماء فإنه يموت هو الكنغر. قد تستغرب يا عزيزي من هذا، لأن هذا يعارض قول الله عز وجل في سورة الأنبياء، إذ يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا من الماء كل شيء حي. صدق الله العظيم. ولكن هنا يكمن الإعجاز الإلهي، لأن العلماء اكتشفوا حديثاً أن الكنغر لديه جهاز يصنع الماء داخل جسده. فسبحان الله. أكبر بلد من حيث المساحة في العالم هي روسيا. الكلمة الوحيدة التي لم تتغير في جميع لغات العالم هي ألو. الكائن الوحيد الذي يمتلك حنجرة مشابهة لحنجرة الإنسان ويستطيع التحدث هو الببغاء. العسل، والذي يحمل لقب الذهب السائل، هو الغذاء الوحيد الذي ليس له انتهاء الصلاحية مدى الحياة. المتاجر والمولات تعمل على تشغيل الموسيقى الهادئة لإبقاء العملاء أطول فترة ممكنة، في حين أن المطاعم لا تفعل ذلك. كرة الغولف أحياناً تكون مليئة بالعسل. لكل فرد رائحة خاصة به، عدا التوأم المتطابق، لكل منهم رائحة خاصة. حمض المعدة قوي للغاية لدرجة أنه قادر على إذابة المعدن. الغوريلا تصنع كل يوم عشاً جديداً للنوم. رموز اللغة الهيروغليفية المصرية تبلغ 700 حرف. لسان نقار الخشب أكبر من رأسه كله. لصنع نصف كيلو من العسل على النحلة أن تطير 90,000 ميل. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة لمزيد من المعرفة. شكراً للمتابعة والسلام عليكم. أما زلت هنا؟ يبدو أن الموسيقى أعجبت، إذن سأرفع لك الصوت قليلاً.